السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي سنابنا أحلى ومتابعي وقراء صحيفة هجر نيوز الإلكترونية، أسعد الله مساءكم بكل خير، متواجدين معكم في مهرجان الزواج الجماعي ببلدة الجبيل 27. تحتفل قرية وبلدة الجبيل هذا اليوم الخميس 5 مارس 2020 بزفاف 26 عريس وعروسة في مهرجان الزواج الجماعي 27. بهذه المناسبة صحيفة هجر نيوز الإلكترونية تبارك للمعاريس وذويهم ونقول لهم ألف مبروك والحياة سعيدة. الخميس الونيس متابعين الكرام كلمة تعودنا عليها ونسمعها بالخصوص إذا قرب يوم الخميس، طبعا اليوم الخميس غير شكل في الحسا، طبعا الحسا اليوم في هذا الخميس استعدت من خلال أربع قرى، هي طبعا الجبيل والمنصورة والعمران والتوثير، لبست اليوم ثوب الفرح من خلال إقامة هذه القرى والبلدان لمهرجانات الزواج الجماعي، واللي تعودوا وغيرهم من باقي القرى أنهم يقيمونه وينظمونه بأيادي وكوادر حسوية. الأهم في هذا الشيء أن هذه المهرجانات تحمل فكرة العمل التطوعي الجماعي إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030 في أن احنا نوصل لمليون متطوع لو بفكرة واحدة تسهم في بناء الإنسان وتساعد في رقية فرحتنا بفرسان الزواج الجماعي، وتزداد أرضنا ومحفلنا ألقا بزواج ضيوفنا الكرام بيننا، فيا أهلا ومرحبا بمن قدم. أمر مهم متابعي الكرام وجب التنويه عليه خصوصا للي يتابعوني خارج منطقة الحسا ويسألون وش هو الزواج الجماعي وش فائدته. طبعا إذا كان المجتمع كل أطيافه ينادي بتقليل المهور والحد من ارتفاعها، يعني ماشيين على مبدأ أقلهن مهرا أكثرهن بركة، فالزواج الجماعي يرسخ مبدأ تقليل التكاليف، ويا ما شفنا وراح نشوف انه مبلغ الاشتراك اللي يعني يقدمه كل فرد في الزواج الجماعي مقارنة أنا بأعداد الحضور اللي يجون وتقدم لهم وجبة العشاء شيء رمزي إذا ما قورنت بالزواج الفردي واللي يتحمل نفقاته وأعباء العريس وأهله بمبالغ طائلة إذا جاز الوصف. فهذه فكرة الزواج الجماعي وحبينا ننوع عنها للي يجهل فكرة الزواج الجماعي خارج منطقة الحسا. هنا الشباب اثنين وعدناهم ومشوا عنا، يعطيكم العافية. سؤال على السريع، السنة الماضية كم كان رقم وكم كان العدد الموجود؟ السنة الماضية كم كان؟ طيب رقم أو عدد المتزوجين؟ ما تعرف 14؟ لا مساكم الله بالخير. سؤال على الطائر ان شاء الله انكم تجاوبونا نفس الاخوان اللي قبلكم ما جاوبوا، كم كان رقم الزواج الجماعي في الجبيل وكم كان عدد المتزوجين؟ وصلت انت قبل شوي سالتني قلت 26، طيب كم كان عدد المتزوجين؟ 14. لا 17. ها كم؟ 13. لا مو 13. الزواج الجماعي في الجبيل كم كان رقمه وكم كان عدد الفرسان المتزوجين؟ رقم 26 والفرسان 20. يعطيك العافية. هذا قبل يعطيك العافية، شكرا شكرا حبيبي، الله يعطيكم العافية. طبعا هذا استعراض آخر 3 سنوات للزواج الجماعي بقرية الجبيل مثل ما تكلم الأخ. عندنا في السنة هذه 2020 الزواج الجماعي رقمه 27 والعدد 13. السنة الماضية كان 2019 الجماعي 26-20. في عام 2018 السنة اللي قبلها كان طبعا رقمه 25 وعدد العرسان 15 عريس، وإن شاء الله
زين لو سألنا سؤال على الطائر لا حد يقشش الثاني. زين الشعار الزواج الجماعي الجبيل 27 شل الشعار السنة هذه المبخر. زين السنة اللي طافت 26 وش شعارهم؟ البوابة. ايش كانت ترمز للبوابة؟ تقريبا ترمز حق هي يعني نوع من الوقت هذا... بس مش بالضبط عن ما يعطيك العافية. جاوبت على الشقين حق ذا ونقول البوابة طبعا كانت لبيت العمدة السيد إبراهيم الله يرحمه. زين كانت طبعا مزينة بزخرفة تراثية إضافة إلى المبخر اللي احنا قاعدين نشوفه اللي كان موجود أساسا مدخل الجبيل رمز من رموز الجبيل. وصلنا قبل شوي إلى سؤالنا عن الفنانين اللي شاركوا بتعليقاتهم تباريكهم لفرسان الزواج الجماعي 26 السنة الماضية لأهالي الجبيل. معنا الشخصية المعروفة الممثل والمنتج الحساوي السعودي بشكل عام الأستاذ عبد الواحد إسماعيل أبو أحمد. أبو أحمد مساك الله بالخير، مباركين عليكم المناسبة هذه، الله يعطيكم العافية وجهود ملحوظة. يعني يمكن أغلب من صمم هل هذه هي أياديك وأناملك والله يعطيك العافية. كلمنا أبو أحمد عن المجال الفني ودوره في دعم مسيرات الزواج الجماعي. والله الآن تواصلنا ويا كذا فنان، يعني اللي عبد العزيز مسلم ودمام وسمير الناصر كذا وأحمد عيسى من البحرين. حلو. وتجاوبوا ويانا كثير يعني. الله يعطيكم العافية. الصوت وباركو. تفضل أبو أحمد. طبعا كنت تواصل ياهم لما تكلم اي فنان يتمنى ان يكون موجود في نفس المهرجان. ولا تنسى عندنا من الحسا يعني شريحه كبيره شاركت، اللي هو عندك اللي هو علي الشويفعي وعباس معروفين كلهم ضيف مشاركوا وكانوا يتمنون بوجودهم حتى هذه السنه يعني. تمام. الحمد لله الحمد لله في تجاوب كثير والجاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. اخوي ابو احمد دور يعني الاعمال الجايه اللي ينتظرها جمهورك وينتظرها جمهور الحسا من عبد الواحد اسماعيل. والله في اعمال كثيره بس كلها افلام قصيره يعني. ولا قايه سريه يعني؟ لا لا مو يعني ذاك سريه، بس في افلام قصيره جايه في قريب ان شاء الله في الحسا. يعني انا بشارك اياهم اسمها خيوط المعازيم. تمام حلو. اداره ابراهيم الحساوي ان شاء الله. مساك الله بالخير. انا شوف محضر هنا اسئله زين كنت بسالك اياها بس يوم جيت هنا في الركن حقكم وسالنا هالطيبين مساكم الله بالخير زين دلوني عليك. اول شيء انت وهنا مكتب سماء الجبيل خلنا ايوه وهذا عنوانكم زين، مو فكره قريب انها تكون في زواجات المهرجان يعني المهرجانات اللي قاعدين نشوفها ويجي مثلا مكاتب خارجية وتقول والله احنا نعرض للجمهور وتسوون ما شاء الله حتى سحبة هنا؟ كلمني عن مكتبكم اول شيء. مكتب سما الجبيل طبعا يقع في على الشارع العام. اي نعم. اول مدخل الجبيل. اول مدخل الجبيل نعم من جاي من جهه نافوق. تمام. مكتبنا العقار والخدمات بيع وشراء الاراضي اداره املاك. وشلون المساحات عندكم والاراضي؟ الاسعار الاراضي على حسب المخططات. تمام. الاراضي أخوي إبراهيم الدالي متحدث عن مكتب سماء الجبيل العقاري زين تكلمنا عن اللي هو الاراضي عندكم وكل قطعه ارض وكل مخطط وش يفرق عن الثاني؟ اللي يفرق الخدمات، في مخططات مكتملة الخدمات. تمام. في مخططات ما مكتملة. طيب. المكتملة دائما يصير سعرها أرفع شوي. تمام. اي نعم، يبتدي الأسعار اللي بالنسبة حق الأحساء. حلو. يبتدي من 800 إلى 1500 الأمتار. تمام. على موقع المخطط وين؟ حلو حلو. شوف أخوي إبراهيم، الحديث في الموضوع ذا طويل، زين؟ ولكن أنا بحط رقمك هنا حق المتابعين. وهم ان شاء الله يتواصلون معك. فرصه سعيده اخوي ابراهيم الدالوي، حياك الله يعطيك العافيه. شرفتونا. اول بار لا 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 جميل.
أهلهم يا ربي تحفظ أهلهم. يا أهل البلد شوفوا البلد فرحة ولا فرحة، وتعال بعد كل الشجر وأوراق وأقصر. يا أهل البلد شوفوا البلد فرحة ولا فرحة، وتعال بعد كل الشجر لزواج الجبيل الجماعي 27 لهذا اليوم، ونشكر لكم حسن المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في تغطيات جاية. تحياتي.